شو عم تسوي معلم؟ شو عم تسوي؟ عفوا سيارتك هي؟ لكن سيارتك هي؟ لا تأخذنا، فكرناها سيارتنا. معلش يا العمى كلهم فيهم كلاب ولي. هلكتني هلكتني عدنان، الثلاث سيارات اللي تحت يهم نفس اللعبه، هاي الكلب اللي بهز راسه قوم دلني عليها الله يستر اختار. هو معي مهندس متفرج على السياره، بعدين بنشوفها، بس نخلص شغل مروان بوصلنا على البيت وبنشوفها. بس هلا مو معقول نترك المخبر فاضي. شوف انا ما بشتغل شوفير عند حدا، اي واحد بيطلع معي راسا بفس العداد. بس اول مره مو على طول. تكرم عينك اول مره معلش. يلا عدنا. ايه الله يطعمنا شيء هون داين نشتغل عليه بعد الظهر. ويطعمنا يا رب يقبل وانا اشتغل. لك انت فيك حيل تشتغل انت؟ ايه فيني اشتغل، شو شايفتيني على عكازي؟ يا بي نحن عم نقول لك اذا بتعرف حدا مو انت. ليش شبني انا؟ يعني اذا طالعت لي قرشين استفدت فيهم كخ. طالع روحي من القعدة، مليت. حلوة بحقنا تشتغل؟ شو بدهم يقولوا العالم؟ لك أعطيني 100 ليرة بالشهر وضربني بالكرباج إذا قلت لك بدي أشتغل. سيدي لا تعطيني، بس لا تاخذ مني أنت وأخوك، ليك. خلص يا أبي خلص، بحكي لك معهم المساء، إذا وافقوا يلي بيريحك، يلا أنا ماشي. عماد عماد، شو وين رايح؟ عاد اتغدى معنا. ما بقدر أمي، ميساء عم تستناني، قلت لها تستناني. ميساء عم تستناني. ما بصير شيء اذا تغديت لحالها يعني. انا مو شان الغداء بس يعني بدرو تسطح لي شوي ارتاح. خليه على راحته برؤوف. يلا خاطركم. الله معك. موافق، كل العالم عم تشتغل هيك. والعطل والضرر على النص اذا كان عادي، واذا انت سببته تصلي عليك. والاعطال الكبيره مثل ايش يعني؟ يعني تنزيل محرك، بطاريه. لا لا هي ما مشكله علينا، هي اتكلنا على الله. اعطونا المفاتيح. شرف سمي بالمطلع السيارة. بسم الله. يا بيدير بالك لا تسرق. عادة يلي بيفهم بينصح يلي ما بيفهم، مو بالعكس. عدم مؤاخذة يا بي، بس انا من خوفي عليه. إيه لا لا تخاف علي. الدركسيون اكل من ايدي شقف. ما صرت طول الحورة لحتى نهدوا كتافي ورا الدركسيون وانا عم باخد يلي بيسوى ورجع يلي ما بيسوى. بعرف امتى اسرع وامتى امشي على مهلي. ماشي يعني، بس إذا لقيت حالك تعبان صف على اليمين وريح شوي. لك شو شايفني بصوفي؟ أنا أنشط منك. حضرتك موظف؟ إي والله موظف. وين؟ والله موظف بالمسرح. آه. إيه الله يعطيك العافية، الله يعافيك. شو بدك تسوي؟ الدنيا كلها تعب. كلها تعب. كلها تعب. شو بدنا نعمل؟ بدنا نطول بالنا. يعين الله. يعين الله. هلا وقتك معلم تعرف السوق؟ لا والله ما بعرف السوق. إذا كان بدك تدفش معي. ايه ليش لا؟ بدفش. يلا اهلي. ما في شغلة الإنسان بيتعلمها إلا ما يستفيد منها. أنا لما تعلمت السواقة ما كنت مفكر بيوم من الأيام إنه أشتغل شوفير تاكسي. لكن ليش تعلمتها؟ كنت وقتها غير ما بفهم. كنت مفكر حالي رح يصير عندي سيارة. ليش غير ما بتفهم؟ كل شيء بيصير. ما صار عندك سيارة؟ هلا هي اللي صافة تحت مو اسمها سيارة؟ اسمها سيارة الزباين، هي مو سيارتي. هي لازم نشغلها ليل نهار منشان نقدر نخدمها. لا تستبعد شيء بهالدنيا. كل شيء وارد. ربما يجي اليوم ويصير في عندك سيارة أحسن من السيارة اللي عم تسوقها هلا ب100 مرة. مو ربما. أكيد ما رح يجي هذا اليوم.
بدون معجزة ما رح يجي هذا اليوم لا إلي ولا لصغار الكسبة. لأنه لشو نضرب على قلبنا ونركب سيارات ونزحم الشوارع والشبحات والغواصات والنملات والرنجات وين بدها تمشي؟ تطير طيران يعني؟ شو عرفك؟ بجوز المعجزة تتحقق. إذا طلع قانون يعدل التعرفة الجمركية بتصير بتشتري أحلى سيارة بخمسين ألف ورقة. المشكلة يا مروان إنه السيارات كل حقها عنا جمارك. ساعتها بدنا معجزة تانية تخلي الرواتب تكفينا. معجزة لحالها ما بتكفي حتى يكون عندي سيارة. ما في شيء مستبعد. ربما هيك معجزة تصير كمان. ساعتها بدنا معجزة ثالثة. معجزة شو كمان؟ معجزة تخلينا نعيش شي 100 سنة كمان غير اللي عشناه. لأنه قبل 100 سنة صعب تصير هالمعجزات هي. لك شو صار معك؟ وصلنا عم. شفنا قديش عدات. عدادك 50 ليرة. اتفشك كمان؟ لا كتر خيرك، انا كنت بدي اياك تتفش مشان وصلك، طالما وصلت ما بقى في داعي. خدع الكهربجي، خدع استر عرضه، خدع الكهربجي. هلا رح باخد تاكسي وجيب الكهربجي لعنده، بس قلت لوصلك بالاول عسن ما اخرك. كتر خيرك فضلت. اهم شي بشغل التاكسي انك ما تقطع الزبون، لانه بيكون مستعجل. يوم ما كان مستعجل كان بيطلع بالسيرفيس. إلا كان مين بدي يدبر تاكسي هلا؟ شو راجع بكير؟ خلصت البطارية، ولا بينما اجا مروان وراح جاب مصاري مشان نبدلها تعبت من الوقفة. يا لطيف حاسس مفاصلي عم يلهبوا مثل النار. سلمت هون السيارة؟ لا شو سلمون السيارة؟ فايت اسطحلي شوي وارجع على الشغل. ما طالعت خسكاري. ابو رؤوف شو بدك بهالشغلة؟ انت ما عاد تخرج الشغل. بلا حكي فاضي ام رؤوف. ليش حكي فاضي؟ لو لساتك بتلقى شغل ما كانوا مفاصلك وجعوك. على قلة العادة عم يجعوني، لانه اول يوم، بكرة بتعود ببطلوا يجعوني. يا خوف قلبي الوجع يوصل لشغلات تانية بكرة ما يضل بس بمفاصلك. هلأ أنا جاي ارتاح ساعة زمان وارجع، مالي جاي مشان توجعي لي راسي. خلال الساعة ما بدي اسمع صوتك، مفهوم؟ بس البني آدم يحكي الحق ما بحب حدا يسمع صوته. أنا مشانك بدي إياك ترتاح. أنا رايح ما رح أقعد مشان تنبسطي. احكي الحق للحيطان خاطرك. تك تك حجلكن جاوبوا حسوننا. تك تك حاجلكم. شو هلا خلصني يا بنت الحلال؟ فهمي، هاي السيارة جبناها للشغل مو للمشاوير الخاصة. تعرف مروان، من وقت اللي كنت ببيت أهلي كنت أحلم إنه جوزي يركبني جنبه بالسيارة ونطير. إجانا أولاد وما زبطت الشغلة، بس هلا الله رزقنا، شو المانع يعني؟ المانع إنه أنا إلي شريك، شريك بالسيارة. فهمي بقى، بكرة بيقول لي ماني جايبها لمرتك أولادك. إيه فشلت عينه منيته على حاله بتشغل العداد. ليش معك مصاري تدفعي؟ انت بتدفع من حصتك يعني. مشي لو بدك تروحي. لك تأمر قلبي شو حنوت. بنروح على البريه منه منشم هوا ومنه ونحن راجعين الطريق بيكون فاضي بتعلمني السواقه. بدك تعلمي السواقه كمان؟ اي مو انت وقت اللي كنا مخطوبين وعدتني انك تعلمني السواقه. كأنه بدنا نار الارجيله. يعني وقتها كنت عم طمعي الطمع. يعني بالعربي كنت عم رشلك انبوز، فهمتي؟ بس مشان نكتب الكتاب وقتها خفت تبطلي. يعني كنت عم تكذب علي؟ طبعا، لانه بحياتي ما حلمت ولا كان بمخططاتي بندي السياره نهائيا. هذا الحكي بالنسبه لي كان نوع من الغباء، وهم، قلت مستحيل يصير حقيقه. ايه وهي صارت حقيقه. لسه ما صار. كم مرة بدي لك انه هاي مو سيارتنا، هاي سيارة اجرة. ايه شو فيها؟ ضروري اتعلم على سيارتنا، هاي سيارة وهاي سيارة. بس اشتغل ويصير معي مصاري منيح بعلمك، منيح؟ منيح. بس بتخليني احط ايدي على الدركسيون ونحن ماشيين، مشان اخذ عليه قبل ما نبلش تعليم.
على هولا. شو عجبتكم السيارة؟ ما شو سيارة يابي؟ ماكنة تمام تمام يعني. ايه ولا نص نصيص؟ انت شو فهمك اذا السيارة كانت ماكنة ولا مو ماكنة؟ لانه هيثم صار له ساعة عم يخلع باب السيارة بالحديدة، بس ما كان يخلع معه. اتفقتوا ما حدا يحكي؟ اتفقتوا ما حدا يحكي؟ سيارة لسه ما شفنا على وش الضو بدك تخلع بابها بالحديدة؟ تعرف وين هاي البصبوص بدي حطه؟ تعرف وين؟ تعالوا منبطح ولا شو؟ منبطح انت مخوف؟ انا بدخلني غيرها فزتني عليه لأنه فتني اشد من القتل. يلا زحفة الحية على الغرفة. يلا تجوزوا انت؟ انا بدي نام. مساء الخير بهيثم. مساء النور. يعطيك العافيه الله يرزقك يا رب. كيف كان الشغل اليوم؟ طمني. الحمد لله ماشي الحال. اللي اشتغلنا فيه وعبينا فيه بنزين. حبيت بنزين؟ هي كل القصه كثير منيح. معناتها اخذنا على طريق المطار. شو كنت تروح تسوي على طريق المطار؟ رحله. كل العالم بالليل بيروح. وهيدي اللي كان على خيانتك. على شو؟ على خيانتك. شو رح تفلح يعني؟ كلك قاعد ورا الدركسيون ما رح تحملنا على كتافك. فيا الاولى لا تفي حدا. اخ لك يا ام هيثم، انا متفق انا وابو رؤوف انه ياخذ السياره الصبح مع عبايه بنزين. ما حلوه سلموا اياها ناقصه. ناقصه شوي ما بيأثر. لا تقول لي انه رح يروحوا البنزينات كلهم بهالمشوار. بدي طاقه لام وسيم. وليش بدك تطققيها؟ جوزها عنده موتور وشايفة حالها على الكل وما بتحكي مع حدا. تقول عنده شبح مو موتور؟ هلا هذا اللي عنده ميتور جوزها لأم وسيم؟ ولك ايه؟ هلا بيكونوا قاعدين على البرندة. انا بدي ورجيها انه جوزي عنده سيارة مو موتور. لك انا اللي بدي طايق وطقي؟ روحي فيق الاولاد اللي ما بفيق بالعصايخ بطيق ونخبط زدت عليهم اعملي نفير عام. لك العم شغله جنب شغلي بيشوفني الصبح وانا رايح على الدوام وانا جاي من الدوام. ولا مره قال لي يا جار تركب وراي لوصلك على البيت. دائما بيشوفني على موقف السيرفيس واقف عم بستنى السيرفيس بسرعه. طيب ماشي. جندل هيثم عندك بدي موتك طيس يا ابو وسيم.